نعم الله، أسعد الله مساءكم. نحن اليوم أمام درس التوكيد قواعد اللغة. نعم، ما معنى التوكيد؟ التوكيد هو تقويض الكلام وتثبيته وجعل المتلقي بحالة التصديق أكثر. هذا هو التوكيد. يمر بحياتنا: هل أنت متأكد من هذا الشيء؟ هل أنت متأكد من هذا الفعل؟ فهنا التوكيد. ولكن في لغتنا العربية يوجد أساليب للتوكيد، وعدة أحرف، عدة استخدامات لدرس التوكيد. طبعا لدينا أسلوب التوكيد، ينقسم إلى توكيد الجملة الفعلية وأيضا التوكيد الجملة الاسمية. الآن سوف نتعرف إلى توكيد الجملة الفعلية. نعم، الآن أين نحن الآن؟ طبعا هنا يذكركم في درس التوابع، هنا العطف، البدل، النعت، الصفة أو التوكيد. هنا نحن في درس وبحث آخر، نحن لا ندرس محل الكلمة هي التوكيد، لا، هنا التوكيد، أسلوب التوكيد هو غير التوكيد في التوابع في اللغة العربية. نعم، نحن ندرس التوكيد كمعنى وباستخدامه كدخول أحرف أو دخول أفعال أو دخول أسماء إلى الجملة. الآن نحن في الجملة الفعلية. طبعا التوكيد الجملة الفعلية، طبعا الجملة الاسمية سيمر معنا في القريب إن شاء الله. توكيد الفعل الماضي وتوكيد الفعل المضارع وأيضا مؤكدات الجملة الفعلية. أيضا الفعل الأمر يؤكد جوازا، فهو شبيه في الفعل المضارع بدخول نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة عليه. ماذا سأتعلم في هذا الدرس؟ أنا أتعرف على مفهوم التوكيد، أن أعدد أنواع التوكيد، أن أتعرف على مؤكدات الجملة الفعلية، أن أفرق بين مؤكدات الفعل الماضي والفعل المضارع، أن أحل التدريبات المتعلقة بدرس التوكيد، الكلمات المفتاحية، توكيد الجملة الفعلية، مؤكدات الجملة الفعلية. نعم، الآن نرى الأمثلة. نرى الأمثلة. قال زهير بن أبي سلمى: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. هنا الجملة الفعلية، طبعا الفعل المدح نعمة، وهنا يوجد قسم يمينا. نعم، هنا أكدنا هذه الجملة بالقسم. طبعا هنا زهير بن أبي سلمى جاء بقسم ظاهر يمينا، والقسم لتثبيت الكلام والتصديق من قبل المتلقي، والتصديق من قبل المتلقي. نعمة السيدان وجدتما، في هذه الجملة لا يوجد توكيد، ويمينا لنعمة السيدان وجدتما. لاحظوا في الجملة الثانية المعنى أقوى. نعم، قد تأتي الجملة الفعلية خالية من المؤكدات، وقد تؤكد بمؤكد واحد أو أكثر لتثبيت المعنى وإزالة الشك. نعم، طبعا الجملة الخالية من المؤكدات، نعم السيدان وجدتما، فيها مؤكد القسم، يمينا لنعم السيدان وجدتما، طبعا واللام الواقعة في جواب القسم. الآن الجمل في الأمثلة ب، نلاحظ: وربي ما دافعت عن الباطل، قد دافعت عن الحق، لقد دافعت عن الحق، لأقولن الحق، دافعن عن المظلوم. نعم، نلاحظ في الجملة الأولى: وربي ما دافعت عن الباطل، هنا قسم، ما قسم ظاهر.
طبعا هنا بلفظ الجلالة وربي، الرب سبحانه وتعالى. هنا قسم، قد دافعت عن الحق. في الجملة الثانية، نعم هنا قد سبقت الفعل الماضي. عندما تأتي قد قبل الفعل الماضي فتكون من المؤكدات، من مؤكدات الفعل الماضي، وتعرب حرف تحقيق تفيد التوكيد. نعم، في الجملة الثالثة، لقد دافعت عن الحق. هنا اللام الواقعة في جواب القسم، وقد التي سبقت الفعل الماضي. وأيضا لدينا قسم هنا محذوف، أصل الجملة والله لقد دافعت عن الحق. الجملة الرابعة، ليقولن الحق، يقولن الحق. هنا نون التوكيد الثقيلة عندما تتصل بالمضارع يؤكد وجوبا في حال وجود القسم، وتدل على الحال والاستقبال، وعندما يكون مثبت غير منفي. هنا نون التوكيد الثقيلة من المؤكدات. في المثال الخامس، دافعن عن المظلوم. هنا أيضا نون التوكيد الخفيفة نلاحظ. طبعا الفرق بينهما النون التوكيد الخفيفة حركتها السكون، ونون التوكيد الثقيلة حركتها التضعيف، الشدة مع فتحة فوقها. طبعا نون التوكيد الثقيلة معناها بالتوكيد أقوى، أكثر توكيدا. نعم طلاب، الآن توكيد الجملة الفعلية، تؤكد الجملة الفعلية بمؤكد واحد أو أكثر. مؤكدات الجملة الفعلية، طبعا القسم الظاهر، القسم المقدر، قد مع الماضي، لقد أيضا مع الماضي، نونات التوكيد الثقيلة والخفيفة، نعم هنا مع المضارع. طبعا طلاب القسم الظاهر قلنا والله، بالله، تالله، أحلف، وأقسم، ويمينا. القسم المقدر يكون القسم محذوف وفي لام الواقع في جواب القسم، فيكون هنا القسم مقدر أو محذوف. قد مع الفعل الماضي، اللام هنا واقع في جواب القسم، وقد أيضا مع الفعل الماضي، ونون التوكيد الثقيلة والخفيفة مع الفعل المضارع. طبعا من ألفاظ القسم والله وربي يمينا، وهي ألفاظ قسم ظاهر. تسمى اللام المتصلة بقد وبالفعل المضارع لام الواقعة في جواب القسم. الآن تطبيقات على توكيد الجملة الفعلية. أكد المعاني الآتية بجمل فعلية من إنشائك: كتم السر، حماية البيئة، المواظبة على العمل لتحقيق الهدف. نعم، الجملة الأولى، والله لأكتمن سره، والله لأكتمن السر. حماية البيئة، لأحافظن على حماية البيئة. قد واظب على العمل حتى حقق الهدف. نعم، بشكل سريع أعرب الجملة الأولى، الواو حرف جر تفيد القسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، لأكتمن اللام واقعة في جواب القسم، أكتمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة ضمير متصل مبني على الفتح في لا محل له من الإعراب تفيد التوكيد. السر مفعول به منصوب الفتحة الظاهرة على آخر. طبعا يحافظ الظن كإعراب يأتمنى.
قد الجملة الثالثة قد حرف تحقيق يفيد التوكيد وضع فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره فعل عامل جار ومجرور متعلقان بالفعل واضبة حتى حرف غاي وجر حقق كإعراب واضبة الهدف مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره طبعا والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جوازا نلاحظ أن قد هي تفيد التوكيد مع الفعل الماضي ومعناها حرف تحقيق نعم أعيد قد طلاب أعيد قد تعرب مع الفعل الماضي حرف تحقيق تفيد التوكيد أما مع المضارع هي